بحال نفس الاعوام الاخرين، واخا كيقولوا كاين تدابير احترازيه ما كاينش 100%. وبالنسبه للتقسيم هو كاين، ولكن ماشي كلشي كيحترم، خص ماشي كاع الاساتذه كيعطيو نفس الكاليتي ديال الدرس. ما كنشوفش الحاله، راه كنقرا وصافي، مع اني تحل واحد اخر الا ما قريتش ما كاين لا هذيك الفين. هذا العام رجعنا ليكوه بريزونسيال، العام اللي فات ما كانش ليكوه بريزونسيال، كان ا ديستونس وصافي. الدخول المدرسي هنا مختلف شويه، حيت في الاول كانوا دايرين عن بعد، دابا تقرر بلي يديروا الحضور للجميع الجامعات والثانويات. كانوا افواج داروا مجموعه بحال العام اللي فات، غير هو هذا العام بالنسبه للافواج قسموهم على حساب حضوري وما كانوش تقسيمات كثار، حيت شويه قلت هذا الوباء قل، يعني ولاو تجمعوا شي شويه الطلبه بكثره، ولاو التقسيمات قلال شي شويه ديال الافواج. الصراحه هذاك الشيء تيقولوا غير في التلفازه، اما بالنسبه للواقع فهو شيء اخر، يعني ما قليل بان لي، ما بانش لي باللي التباعد كاين بزاف، كما تشوف الطوبيسات وتف لافاك حتى هي كاين يعني تقارب بشكل كبير، وليس ماشي التباعد. مزيان حسن من العام اللي فات بزاف، لي زور اللي كنقراو فيهم اكثر من العام اللي فات، حتى لي ماتيغ كنقدروا نضبطوهم اكثر من العام اللي فات. لا ما كاينش تفويج، ردونا غير لي غروب، يعني هكا غيكون حسن، كاع لي غروب كيقراو يعني اكثر سوايع ممكنه. كاينه تدابير احترازيه، راه دايره البافيت، ما كيخليوناش ندخلوا للمدرسه بلا بها، ودير لينا المحطه ديال التعقيم قدام الباب ديال سميتو، يعني كاين تدابير احترازيه. الدخول المدرسي هذا العام كان زوين ممتاز، ما غير شويه الفرق باش ما كاين، شنو نقول لكم، مستوى النوبه زوينه، وبغينا التلاميذ بغينا نقراو هذا العام، بغينا ننجحوا نزيدوا قدام ونرفعوا شويه بالمغرب شويه الفوق، وهذا ما كاين. شوفوا هاد العام كاين شويه زوين، ما بيش هاد العام زيرو المدارس، زيرو الغياب، زيرو كلشي تقاد، وما بقى لا تفويج لا والو، ومع الوقت غترجع، ما غاتبقاش كورونا، غيرجع للمدارس كما كانوا.